سلام سلام، معكم مروان بشار في فيديو جديد. هذا الفيديو ده غادي يكون من بلاي ليست سي اش بانك. بلا شك انكم شفتوا التحديثات الجديده اللي تحطات للسي اش بانك، وبزاف منكم كان طرح عليا اسئله ديال علاش تطبيق سي اش موبيل ما بقاش في البلاي ستور. المشكل كان راجع على انهم كانوا كيبرمجوا واحد الخاصيه جديده اللي كتسمى بالان اف سي، واللي ممكن يعني نخلصوا بالتليفون ديالنا عوض البطاقه البنكيه ديالنا. غتقول لي كيفاش غادي ندير هذه القضيه، غنشرحها لكم من بعد. ولكن المشكل كان هو ان الناس متلاشارجين التطبيق ولكن ما يمكنش يدخلوا ليه، بسبب انهم كانوا يعني كيصلحوا هذا المشكل هذا، والحمد لله المشكل تحل دابا، ولا تطبيق سي اش موبيل متاح في اي هواتف وتقدر انك تيليشارجيه دابا، والتحديث زاد ب 113 ميجا. هنا يعني كنكونوا حنا شرحنا التعريف ديال التطبيق هذا في الاول. البلان الثاني هو ان الميزه ديال سي اش باي يعني دايره بحال الكونتاكت ليست في البطاقه البنكيه، لكن خص الهاتف يكون كيدعم الان اف سي باش انك يعني تخدم بهذا البلان هذا. ثاني حاجه هو ان يعني هذا التحديث تحط للناس الاندرويد، يعني الناس اللي عندهم هواتف بنظام الاندرويد، والاندرويد فوق سعود يعني اقل من سعود ما غاديش يخدم معك طبيعه الحال، لان الهواتف القديمه ما فيهاش هذا النظام ديال ان اف سي. وبالنسبه للهواتف الايفون تحط فيها التحديث ولكن بدون ان اف سي، لان يعني القضيه معقده مع شركه ابل، لان ابل ما كدعم حتى شي حاجه اخرى من غير ابل باي، حتى جوجل باي ما كدعمهاش. لذلك يعني مازال المطورين غادي ان شاء الله يقادوا هذا المشكل، وغادي تولي القضيه متاحه حتى في الهواتف الايفون. وحنا ما عندناش مشكل، رغم ان يعني الايفون دابا غادي يتحرم من هذه الميزه قبل الناس الاندرويد، يعني الناس الاندرويد يستمتعوا بهذه الميزه هذه يخلصوا بها، وحنا غادي نبقاو نتسناو حتى يدار لنا يعني الحل. ورا يعني كونتاكتيت واحد السيد يعني من البنكه، وقال لي بلي راه قريب يعني يتحل المشكل ان شاء الله، وغادي تولي ابل يعني عندها شراكه مع سي اش، وغادي يتحل المشكل، وغادي تولي انك تخلص انت بالسي اش باي ديالك. بلا ما نطول عليكم نشرحوا لكم هذه الميزه. فوالا، اول حاجه غادي تقول لي اش من بطاقه اللي مدعومه في هذا سي اش باي. البطاقات المدعومين هما ماستر كارد اللي هما حاليا يعني عند اغلب الناس، يعني كاملين عندنا كود ترونت وكاملين عندنا بطاقه ماستر كارد. بطاقه فيزا مازال ما مدعوماش، لذلك يعني غادي نتسناو حنا حتى يزيدوا لينا فيزا. الناس اللي عندهم فيزا ديجيتال، الناس اللي عندهم بزاف ديال البطاقات فيزا، تقدروا تخلصوا دابا حاليا غير بماستر كارد. ولا ما عندكمش ماستر كارد تسناو حتى يديروا لكم فيزا. البطاقه كديجيتاليها يعني عبر تطبيق سي اش موبيل، بعض الخطوات اللي ساهلين يعني اللي ما غاديش يحتاجوا تعقيدات. من بعد يعني كتولي بحال مستوكيه في التليفون ديالك، يعني البطاقه عندك مبرمجه في الهاتف ديالك، يعني خاص غير يكون يعني التكنولوجيا ديال ان اف سي في التليفون ديالك اللي كتعني تبادل المعلومات مع اجهزه اخرى عن قرب، وكيخدم بنظام الاندرويد. يعني اصحاب الاي او اس كما قلت لكم غادي تصبروا شويه، لان ابل باي هي اللي مدعومه حاليا في الايفون. ويعني وحتى الا بغاو يعني سي اش يزيدوا لنا هذه الميزه هذه في الايفون، يعني خص ضروري حتى يوافقوا عليها شركه ابل، من بعد غادي يعني تزاد لنا في التليفون ديالنا. غادي تقول لي يعني كاي انسان واش كاين خطر على هذه المعلومات تستوكا في التليفون ديالي؟ الجواب هو لان المعلومات مشفره، او تبادل المعلومات تيكون معلومات جداد ماشي ديال البطاقه، وكتسمى التقنيه توكينيزاسيون. هذه الخدمه هذه كيف ولفنا يعني عليها بنك سي اش يعني فابور، ويكفي انني ندخل ندير تحديث من اب ستور او لا بلاي ستور. كما قلت لكم بلاي ستور هو اللي مدعوم حاليا في هذا التحديث الجديد. كدير يعني تحديث للتطبيق سي اش موبيل من الهاتف ديالك اللي فيه تقنيه الان اف سي. يعني ركز ليا على تقنيه الان اف سي، ما عندكش التقنيه هذه في الهاتف ديالك راه غادي دير تحديث ولكن ما غاديش تخدم معك خدمه سي اش باي. من بعد كتدخل للمي سيرفيس من ديك لاباغ ديال ثلاثه الشريطات في الجنب، كتهبط لتحت كتلقى سي اش باي، كتبرك عليها كديجيتاليزي لاكارت ديالك ماستر كارد. العمليه سهله، كتعزل البطاقه ديالك، كتقبل الشروط اللي اغلبيه فينا ما كيقراوهمش. كندير واحد الكود اختياري، يعني ماشي كود ديال لاكارت كيشي او لا ديال سي اش اي كود، كتختار كود خاص بهذه العمليه هذه، وتقدر انك دير الكود ديال البطاقه البنكيه ديالك الا خفتي تنسى الكود. من بعد كتدخل واحد الكود الفيريفيكاسيون، كيدخلك كيجيك في ميساج عفوا، ومن بعد كتكون قضيتي الغرض. في اي وقت تقدر تلغي هذه العمليه هذه من التطبيق ديالك ديال سي اش موبيل او لا من الهاتف ديالك، كتلغي عمليه الان اف سي. ومن بعد غادي يتزاد لك زر او لا بوطون في الصفحه الاولى ديال تطبيق سي اش موبيل، سميتو بيمون سي اش باي، هو اللي غادي نبقى نستعمل باش نخلص. ولا بغيتي تخلص يكفي انك تدخل سي اش باي، كتبرك على باي، ومن بعد يعني كيعطوك وقيلا 30 ثانيه ديال الاداء. الا ما خلصتيش ديك 30 ثانيه عفوا، كتلغى لك ديك العمليه، وعاود خصك تبرك على باي مره اخرى. حتى هنا غادي نكونوا سالينا هذا الفيديو، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح. واخا انا حاليا مازال يعني ما عنديش التحديث، حاولت انني نجربه في التليفون اخر ديال الدار يعني اللي فيه الان اف سي، وجبت لكم يعني معلومه صحيحه. وهذا ما كان اخوان في هذا الفيديو، لعجبكم الفيديو واستفدتوا ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.